كورونا مش مسحة، الوضع مخيف. حتى إشعار آخر خلينا بالبيت. حملة جماعية أطلقها إعلاميون لبنانيون لنشر التوعية حول مخاطر فيروس كورونا. خليك بالبيت هاشتاج رفعه العشرات في فيديو بثته وسائل الإعلام المحلية وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي. دعي فيه المواطنون إلى التزام البقاء في المنزل خوفا من عدوى الإصابة بالفيروس. كأم انه عندي اهل كمان كبار في السن، انه اذا انا ماني حريصه على صحتي ومستلشقه، اقل اذا بحب امي هالقد بدي اكون خايفه عليها. اذا اولادي اللي مستعده اقدم لهم حياتي بدي اكون خايفه عليهم. اذا زوجي، عائلتي صغيره، عائلتي كبيره بالشغل، زملائي والناس اللي بلتقى فيهم على الطريق، وهيك كانت رسالتي. وفيما لم تعلن الحكومة اللبنانية حتى الآن حال الطوارئ، اتخذت الوسائل الإعلامية تدابير استثنائية كغيرها من المؤسسات. ففرضت المؤسسة اللبنانية للإرسال على موظفيها ارتداء الكمامات والأكف، ومنعت المراسلين من مقابلة أشخاص لا يضعون الكمامات، مطالبة عددا كبيرا بالعمل من المنزل. ومع حملات التوعية وإقفال المقاهي والمطاعم، إضافة إلى ازدياد نسب المصابين بالفيروس، بدت شوارع بيروت أقل اكتظاظا، لكن اللبنانيين انقسموا حول ملازمة المنزل. شو بيقولوا الستات أنا بعمل، وشو بيعملوا النظام بالصين أنا تابعه، بس غير الصين لا. بس الصين عم يقوموا بالبيوت. ولازم نبقى. أنا رحت على البنك جبت قرشين تأكل ورجع على البيت. هذا الفيروس صار بطل فيروس صغير قريب. صار انه شيء عم يعني حيجتاح البلد يعني خلص. انت اليوم ظاهر؟ لانه عندي شغل ومضطر، لو ما مضطر على الشغل بقعد بالبيت، واذا ما نزلنا على الشغل يعني شايف وضع البلد انت كله ورا بعضه. يخشى البعض ان تضطر الحكومه الى اتخاذ قرار اجبار المواطنين على البقاء في منازلهم بعد فوات الاوان، كما حدث عندما علقت الرحلات الى البلدان الموبوءه بعد انتشار الفيروس. البقاء في المنزل يساهم في الحد من انتشار الفيروس في بلد لن تسمح مقوماته الطبية على استيعاب آلاف الإصابات إذا ما استمرت الوتيرة على ما هي عليه. غنوة يتيم، الحدث، بيروت.